لما بفتكر الكلام ده بفتكر نكتة ظريفة، واحد غبي جدا جدا، الله يكفينا شر الغباء يا رب، والله يا أخوانا والله، واحد غبي جدا جدا بيسوق سيارة فموت حوالي 200 واحد، فبيعملوا معاه تحقيق. الضابط بيقول له يا أخي يا بني آدم أنت تموت 200 واحد إزاي دي؟ قال له يا باشا أنا هقول لك اللي حصل وأنت تقول عندي حق ولا لا. قال له قول. قال له يا باشا أنا ماشي بالعربية، كنت بجري صح بجري، طب أدوس فرامل ما لقيتش فرامل، العربية ماشية من غير فرامل، فببص كده ببص لقيت فرح على اليمين وفي واحد واقف واحد كده على الشمال، أخش في مين؟ قال له طبعا تخش في الواحد. قال له جميل، جيت أخش في الواحد دخل الفرح، أسيبه؟ رحت داخل وراه. فطبعا ده قمة الغباء.